مين فتح؟ لا يا باشمهندس. مفتحش عندي بس بقى. لطيف بس هو بقى يفتح عندي. هو فاتح كده. اشتغلت انت على البرنامج ده قبل كده؟ يعني مرة من الترم اللي فات. مرات. طيب شايف كده انت تمام؟ تمام. طبعا ايه وظيفة الارض كام زي ما انت عارف؟ انا ممكن ارسم عليه رسم 2D خلاص؟ تمام كده؟ تمام. فهو يعتبر برنامج كاد برضه لما بيرسم، هو كاد يعني رسم او ديزاين. ايوه. وفي نفس الوقت هو برنامج كام بقى؟ ايه هدف بقى برنامج الكام؟ ان انا انت دلوقتي كنت رسمت رسومات، رسمتها في اي حته على اي برنامج كاد، سواء كان سوليد ووركس او سواء كان اوتو كاد او سواء كان كورال درو، خلاص رسمت اي رسم ماشي. وظيفه البرامج الكام عموما ومنها هذا البرنامج يعني الارت كام، ان هو بياخد الرسم اللي انت رسمتها كاد، انت بتعمل لها امبورت بتاخدها يعني خلاص تفتحها عليه، وبعدين بيبدا يحولها الى كود اللي بيشتغل بيه المكنه، يعني بيبدا هو يطلع فايل اسمه سي ان سي فايل، يعني بعد ما ياخد الفايل بتاعك اللي انت رسمه ده انت عايز ايوه. تنفذه مع المكنه، سواء الليزر او سواء الايه، بس احنا بنشتغل هنا 2 دي خلاص، او على سي ان سي راوتر تمام. تمام. فبيبدا ياخد الرسمه دي ويبدا يعمل يحولها الى كود، يطلع منها ايه. طبعا قبل ما تحولها الكود بتختار عليه بقى، هتقطعها ما انت هتقطعها ببونت مثلا معينه، باند ميلي معين كويس، ايوه. تقدر تظبط عليه بقى انت هتقطع عليه ايه، الدوائر هتعملها تقب، في حاجات هتعملها بروفايلنج اللي هو انك بتخش تقطع وتحفر كده خلاص فاهم. تمام. فكل الحاجات دي انت بتظبطها عليه، بتظبط السرعه وبتظبط ويعمل لك محاكاه كده شكل الرسمه لما تقطع المكنه هتبقى عامله ازاي، الأوامر بتاعتك. وتختار التول اللي هتقطع بيها قطرها كام، طبعا لو عندك الدوائر حاجات حسب قطر التول اللي انت محتاجه، وحسب انت بتحفر حاجات ابعادها قد ايه، ايوه. وممكن تختار بقى تقطع ايه قبل ايه، تبدا تقطع البتاع منين، كل الحاجات اللي علاقه بالمكنه يعني الحكايه اللي تمام. بتحصل على المكنه. وفي الاخر خالص بعد ما بتظبط الحاجات دي كلها تختار التول وتعمل حاجه اسمها التول باث والكلام دوت، بتسيف الفايل، بيطلع لك في الاخر فايل بيطلع منه اسمه فايل اسمه سي ان سي فايل. سي ان سي فايل ده هو بيروح انت بتاخده بتحطه بقى في المكنه وهي تشغله، ده هو الكود يعني أي. بيتحول الرسمه الى اكواد تمام. في بعض المكن وحتى زمان قبل ما يظهر برامج الكام، عشان كده البرنامج ده اسمه كام كمبيوتر ايدد مانيفاكتشرنج، غير الكاد اللي هو كمبيوتر ايدد ديزاين الاولاني زمان. طبعا انت عارف الرسمه المكنه بتتعامل على انها كود، ففي بعض ايوه. المكن بيبقى البرنامج بتاعها انت ممكن بتدي له الرسمه ينفذها، وفي لغه بتترجم كل شكل في الرسمه الى كود تمام كده؟ تمام. اكواد حتى اللغه دي اسمها جي كود، اسمها جي كود واسمها ام كود خلاص؟ الاثنين دول مع بعض. يعني هتقول لي ايه فايده الكود؟ زمان قبل موضوع الرسم وبرنامج الكام كان بيعمل كده، في الرسمه يحولها ايه، هو يدخل الكود بنفسه، الدايره ليها رمز ومش عارف ايه وخط مستقيم وسرعه ومش عارف ايه، كلها كل امر كويس عايز يعمله على الرسمه قطع وحفر بيحوله الى كود ويدخله للمكنه الماشين بنفسه، انت بتكتب كده كود بنفسك جي 0 0 مش عارف ايه خلاص. ايوه. دلوقتي خلاص ما بقتش تحتاج تعمل كده، بس ومع ذلك لسه في المكن برضه في ايه الاوبشن بتاع الكود. ايه فايده بتاع الكود تفتكر؟ يعني انا لو انت الكود موجود قدامك في البرنامج بتاع المكنه، ايوه. المكنه اللي عندنا دي ما فيهاش الكود، هي بس بتاخد الرسمه بفلاشه كده بالبروسيسور بتنفذها، لكن ما عندوش حته ان المكنه فيها البرنامج انك تدخل فيه الكود بنفسك خلاص. بس ايه تفتكر ميزه ان انا ادخل الكود بنفسي؟ وأكيد عشان الرسمة تطلع أدق. لا هي ما فيش حاجه اسمها ده،
كده كده البرنامج الكام بيحول الرسمه لكود، اه او تدخل انت كود بنفسك لو ما عندكش برنامج كام، بس تمام. يكون المكنه سامحه لك انك تكتب كود زي اه اللي عندنا. خلاص، اي تفتكر ايه ميزه الكود عن الرسمه؟ اللي هو بيسهل الشغل وكده يعني، ولا ازاي يعني بيسهل الدنيا؟ يعني بدل انا ما افضل اكتب في الكود او اتلخبط في الكود مثلا، يبقى هو جاهز على المكنة. ما ماشي، ما احنا خلاص قلنا ان انا يعني انا رسمت رسمه، وبدل ما اي اقعد اكتب الكود بتاعها، هو البرنامج الكام وظيفته انه بيحول الرسمه الى كود. بيحول الرسمة لكود، تمام. ايوه، انا ما كانش في كده الاول، انا كنت انا ببص في الرسمه بنفسي خلاص، واقعد انا اكتب وقت الكود بتاع كل حاجه حاجه بقى على الرسمه، الدايره كذا، لو الدايره خطرها كذا بكتب كذا، فاهم؟ ماشي، بس ما زال في ميزه برضو لوجود الكود. فكر كده، ان انا استخدم الكود وما ارجعش للرسمه. اللي انا مثلا لو عملت تعديل ولا حاجة على الرسمة، لو عملت تعديل او حاجة في تمام الرسمة او في الكود، تمام ايوه، قول كمل الجمله. اللي هو مثلا يبقى يعدل معاه اوتوماتيك. بالظبط، يعني انت لو عملت تعديلات في الرسمه، ايوه بدل ما ترجع تعدل في الرسمه، ممكن تغير في تعدل الكود في الكود وخلاص، تخش في الكود بالظبط، تغير القطر وخلاص، فاهم صح؟ بدل تمام. ما هو مثلا 20 خليه 30، عايز تزود دايره ثانيه، بدل ما كذا تعمل كذا، تزود سطر. في تمام الحاله دي هيبقى، بس يكون طبعا البرنامج مكتوب، انت كاتبه من الاول. ايوه في الحاله دي التعديل في الكود اسهل من التعديل في الرسمه. اوكي؟ تمام لكن الموضوع من بدايته الرسمه اسهل طبعا. اه يعني ان انا راسم واحوله كود، اكيد في الحاله دي هيبقى الرسمة أسهل. وعلى فكره ومش دايما برضه الرسم اسهل، هو لو الرسمه مش معقده قوي ممكن الكود يتكتب اسرع. تمام صح؟ ما مش معقد. مع حضرتك والله يا باشمهندس، ما بس هو أنا لسه مش مجمع شكل الكود وكده يعني. لا، هو مش برضه انت مش واخد بالك. بص، هو اتفضل. شكل الكود، طب سنة. هو احنا هنشتغل اكواد ولا رسم لا، والبرنامج بيحول بالكود؟ رسم انا ايوه بشرح لك تمام، الموضوع، انا ايوه مش تمام، هشتغل كود، وصلون الفكره. انت مش تمام هشتغل كود، انا بس بقول لك تمام عشان تبقى فاهم بس اللي فيها. تمام تمام بس كده، طيب. البرنامج قدامي اهو، كويس، انت شايف بقى معايا السكرين شير، ايوه مع حضرتك، اتفتح معاك كمان. تمام تمام لما تيجي تبص، طبعا اسمه ارت كام، زي ما ايوه شايف، والشركه برضه اسمها ارت كام برو اللي عاملاه ده، تمام البرنامج زي ما اتفق ده، انا ممكن ارسم عليه عادي، وفي نفس الوقت الرسم ممكن احولها الى تتنفذ على المكنه. خلاص، او تمام ممكن ما ارسمش عليه واكون راسم بره، زي ما انت رسمت حاجات كده على الكورل درو مع المهندسه غيره، كويس. في الحاله دي ممكن تمام تاخد الفايلات تفتحها بالبرنامج دوت، وتظبط فيها بقى الشغل بتاع القطع والكلام ده كله عشان تطلع ازاي. انت وظيفه البرنامج تمام معايا؟ مع حضرتك. تمام. طيب، طبعا انت لما تيجي تبص هنا هتلاقي في حاجه اسمها كرييت نيو موديل. ايوه اوكي، تعال نقول له كده كرييت نيو موديل. لو قلت له كرييت نيو موديل، دي اول حاجه ابدا اشتغل عليها. هنا عامل ايه بقى؟ انا بشتغل دايما 2500 في 1500. انا عامل ريكورد للمحاضره، فبنزلها لك، ابعت لك لينك على اليوتيوب عشان برضه تمام ماشي طبعا انا تمام بشتغل ملي، ايوه وطول الترابيزه اللي عندي اللي انا بشتغلها عشان المكنه السي ان سي راوتر تحت، فانا بعمل الموديل دايما 2500 في 1500، الطول بتاع تمام 2500 في عرض 1500 مللي. خلاص، تمام وبقول والدايمنشنز ايه، اليونتس بالملي، ملي بقول له اوكي. هيفتح لي صفحه بيضاء، اوكي، ابدا اكبرها كده من هنا. المحاضرة اللي حضرتك بتنزلها على اليوتيوب الصوت بيبقى فيها كويس يا باشمهندس؟ مش انت سامعني كويس؟ أيوه انت راح يبقى فيك صوت كويس، تمام ماشي وحتى لو انت مش سامعني كويس دلوقتي ساعتها هيبقى صوت كويس، لان انا تسجيل من عندي انا. تمام ماشي. طيب، انا فتحت كده، ظهر لك ايه؟ الشاشه البيضاء. طبعا انت لو بالماوس جريت كده عملت زوم بالبلي بتاع أيوه الماوس، هتلاقي عامل معاك زوم. اوكي، تمام. هتلاقي بقى على الشمال شويه حاجات المانيوز كده، تعالى تبص فيها هنا. طبعا لاحظ هنا انا دايس على فايل فوق، ماشي، معلش الاول. في فايل فوق اهو هنا، ايوه راح افتح نيو موديل تاني، ده اوبن فايل بتاع الفولدر، ده السيف، ده عادي. هنا في حاجه اسمها امبورت فيكتور داتا. ايه بقى امبورت فيكتور داتا؟
ده بقى لو انت عايز تستخدم انك تكون رسمه رسمتها في حته ثانيه سوليد ووركس بالكورل درو زي ما انت عامل كده خلاص استدركها هنا عايز بالظبط تعمل لها امبورت تفتحها هنا دي اسمها امبورت خلاص كده ماشي فافتحها بالفولدر ده حتى لو دوست عليه هيبدا يفتح لي افتح لي بقى مكان ان انا اجيب منه الفايلات يعني ايوه هلاحظ هنا بقى لما اجي اعمل امبورت لفايل عشان اخده كويس هبيقول لك ان هو بياخد امبورت لفايل من الانواع دي دي بي اس دي اكس اف دي دبليو جي اللي هو بيطلع بالاوتوكاد اي اي دبليو ام اف او دوت بي اي سي وفي حاجات ثانيه زي الاوتوكاد دي اكس اف دي دبليو جي الاي بي اس والاي اي لاحظ انت اللي عندك الكورل دروكر بيطلع اي بي اس او اي اي واحده منهم خلاص فده هيقدر يفتحهم البرنامج دوت اوكي طبعا في فايل اسمه دي اكس اف اكيد شرحت لك مهندسه غاله دي اكس اف ده ميزته انه فايل لو انا طلعت اكسبورت يعني انا رسمت حاجه على السوليد ووركس خلاص وحولتها دي اكس اف او على الاوتوكاد وطلعتها دي اكس اف او على الكورل درو طلعتها دي اكس اف ميزه الدي اكس اف ده ان هو كل البرامج بتطلعه وكل البرامج بتاخده يعني كل برامج الكاد بتطلعه خلاص أي. كل برامج الكاد بتاخده يعني فايل مميز ايوه فايل مشترك يعني خلاص تمام فدايما احنا لما حتى بيجي طالب يشتغل ولا حاجه وشغل يتعمل على دي اكس اف اقول له ابعت لي الفايل دي اكس اف هو طبعا لما يجي سيفه على السوليد ووركس السوليد ووركس الاكستنشن بتاعه مش دي اكس اف الطبيعي تمام فاقول له ابعت لي دي اكس اف دي اكس اف يفتح بقى اي حاجه بقى طب انت ضامن واحد يفتح بقى اي حاجه تمام هو اسمه داتا اكستشينج فولدر اختصار كده التبادل يعني بتاع الداتا تمام بس فدي كلها حاجات الامبورتبل هنا تعالى قبل ما نبدا نشوف حته الامبورت ان انا اعمل اخد فايل مع معمول قبل كده تعالى جرب اشوف الرسم والقصه دي ماشيه ازاي جوه البرنامج وده يمكن مش هنحتاجه قوي انا في الاساينمنت انا بعت لك الاساينمنت على ولا بعت لكش لسه بعت لكش لا هبعتها لك على الماسنجر مش اللي هي الاساينمنت بتاع الترم اللي فات لا بس عشان التاريخ متغير ايوه تمام بس هي نفس التاسك هي نفس الاساينمنت بس التاسك أيوه. مختلفه انا التاسك عباره عن رسم انا بديك رسمه تشتغل عليها تمام فالرسمه هي الجديده هي اللي مختلفه ماشي ماشي هبعت لك برضو الرسمه بال اسمه ايه بالماسنجر تمام طيب انت هنا هتلاقي ده امبورت فيكتورز يعني ما يهمنيش باقي الحاجات الثانيه اللي هي الاندو كده أيوة. في حاجات هنا للموديل دوت لو انت عايز تعمل روتيت للموديل عايز تعمل ميرور للموديل يعني حاجه عايز تعملها ميرور زي في الاوتوكاد كده ايوه بس برضو مش هنقيم مش هنحتاج دي قوي دي اللي تهمني قوي بقى اللي هم اللي تحت دول لان انت عندك هنا حاجه اسمها فيكتور اديتنج نود اديتنج في حاجه اسمها ترانسفورم فيكتور وهنبدا نشوف دي انا بعمل بيها ايه بس لما تحط أيوة. موديل وعايز تظبطه ان هو يبقى الركن بتاعه في انهي حته يعني انت هتقطع في المكنه من انهي جزء في المكنه تحط أيوة. يعني لما تيجي تحط الرسم على المكنه او اللوح او تبدا المكنه تقطع بتقطع منين؟ عاده بتقطع دايما المفروض من الركن الشمال تحت تمام فازاي اظبط الرسمه ان الزيرو زيرو بتاعها هيبقى في الركن الشمال تحت دي كلها بتتظبط الصوره بتكون عندك حاجه اسمها ميجر تول دي بتقيس يعني عايز اتاكد بس الحاجه اللي قدامي حته كده في الرسمه مقاسها كام ليه عايز اتاكد مقاسها كام؟ عشان لما اجي اقطع بقى اختار طول وقطرها كام صح؟ ايوه وهكذا طيب في سيبك من ده كرييت فيكتور تكست لو عايز اكتب طبعا عايز اعمل مربع يعني هو لو دوست هنا كرييت ريكتانجل او هو طبعا هنا تختار بقى اذا كان ريكتانجل ولا سكوير مربع لو هو ريكتانجل مثلا عايز انت عرضه مثلا 30 مللي ارتفاعه 50 هل عايز الريدي الكورنر في راديوس ولا لا فيلت كده في الكورنر بتاعه ولا لا ولو انت عايز راديوس كورنر فيبقى القطر بتاعه كام وهكذا السنتر بوينت بتاعته ماشي هنا معموله في الزيرو زيرو مفيش انجل لو مش حمايله لو جيت قلت له كرييت كده اوكي عمل لي هنا ايه اقول له بس كرييت اقول له كلوز طبعا انت لما تيجي تحط طبعا انا قلت له السنتر بتاعه كان معمول ديفولت في 0 0 فحط سنتر ده 0 0 خد بالك اللي هو الركن اللي تحت على الشمال ايوه فالسنتر بتاع بتاع دوت المستطيل ده مفروض عند الركن 0 0 طب انا لو عايز ابينه بنص الشاشه يعني يبقى باين انا ممكن ازاي اعلم عليه انا علمت عليه كده ايوه وبعدين اس بي ده بيخلي لي الحاجه الرسمه لو انا كانت صغيره تبقى كبيره وفي نص الشاشه بالظبط زي ما كانت ماشي
طيب انا طبعا لو عايز اغير مكانه عادي يعني اخرجه. اوكي تمام. بس كان في واحد تاني انا عملته بالغلط همسحه خلاص. تمام. لاحظ هنا بقى برضه لو عايز اعمل دايره مثلا في نصه ولا حاجه. ايه دايره؟ طبعا انت مش هترسم، انا هديك رسمه جاهزه انت تعملها امبورت وتظبط انت فيها بقى. ماشي. ادي السيركل السنتر بتاعها، السيركل بتاعها عند كذا كذا زيرو. بس قبل ما اعمل الدايره تعالى مثلا نحاول نحط المستطيل ده. دايما لو راح اقطعه على المكنه مستطيل زي بقى يوسف، انا المفروض الركن بتاعه ده الزيرو زيرو هو اللي في الزيرو زيرو. تمام. دي اظبطها ازاي؟ دي اظبطها عن طريق ان انا علمت عليه وبعدين اروح للترانسفورم فيكتورز ديت. ايوه ايوه شايف؟ شايف دي؟ ايوه. اخلي الركن بتاعه هنا عند نقطه اكس زيرو واي بزيرو، اصفر دول. تمام. اوكي. تمام. بس حطيته هنا كده. تقولش بقى ابلاي كده، هو شايف اتحط الركنر بتاعه عند في الزيرو زيرو. في الزيرو زيرو. خلاص كده؟ تمام. طيب نفس الحكايه، عايز انت بقى تحط مثلا لو احط دايره مثلا وين كانت؟ الدايمتر بتاعها بختاره زي ما انت عايز. احطها زي ما عايز احطها عادي. اوكي. في حاجات ثانيه مثلا ارسم زي ما انت عايز، في نجوم، في اهو حاجات مطلعه بوليجونز. طب بالنسبه للدايره يا باشمهندس، لو حطيتها في السنتر بتاعها في الزيرو زيرو بتاع المكنه، اوكي هيبقى في منها كيرف بره؟ لا ما ينفعش بقى. صح. هيبقى عشان الكيرف بتاعها هيبقى بره كده صح؟ لا مش هينفع بالظبط كده. ايوه تمام. هتبقى بعيد طبعا لازم عن السنتر شويه. ايوه ايوه تمام. طيب مثلا عندك حاجات برضو في كيرفز، في اركس لو عايز اعمل اهو كيرف، لو عايز الريديوس بتاعه يتظبط من هنا اهو. ده ارك. ممكن اعرضهم بس فوق كده تمام. رسم لي مثلا ارك 300 كل ريديس بتاعته 300 مللي خلاص كده؟ طيب لو انا مثلا يعني عندي ارك تاني زي ده كان قريب من ده. تمام. عايز اوريك حاجه معينه بس. طيب ساعات يبقى عندي رسمه زي دي كويس، جزء من رسمه. طبعا انت لو رسم حاجه على اوتوكاد مثلا ولا على كورل درو ولا حاجه، وارد جدا ان انت الرسمه اللي عندك فيها حتت مفتحه زي الحته المفتحه ديت، المربع مش متقفل اركانه، في حتت مفتحه انت راسم. طبعا المكنه لما تيجي تقطع هنا هيكتشف بقى اذا كان في مشكله في الحتت المفتوحه دي ولا لا، وهيكتشف وانت في الاخر بتعمل سيميليشن يقول لك في حاجات مفتحه. اوكي. فممكن انا اعالج الموضوع ده وانا مديك الرسمه، اقصد يعني الرسمه اللي انا مديها لك بتاعت الاساينمنت خلاص. أيوة. اللي انا هبعتلك الفايل بتاعها هتلاقي في حاجات مفتحه ومطلوب منك انك تقفلها خلاص. ففي عندك حاجه اسمها فيكتور دكتور، قايمه زي ديت هنا اللي هي دي
لو جيت انت بصيت هنا ماشي، فين فيكتور دكتور ديت؟ هوريها لك اهي. انا عايز اقفل دول مثلا، الفتحتين دول عايز اقفلهم. اوكي تمام مثلا. طيب تعال انا هعمل كده. لما اجي اعمل اعلم على، عايز اعلم على حاجتين جوه الرسمه، انت مش بتعلم بكنترول، بتعلم بشيفت خد بالك. تمام ده الغريب بس في البرنامج ده. ماشي فين اللي انا قفلت هنا وفي شيفت، ادوس شيفت وادوس على الثانيه كده اعلم على الاثنين خلاص. هاجي هنا بقى اقول له جوين بقى الكلام دوت في اي واحده. هنا بيقول لك جوين فيكتورز وذ لاين، يعني اقفلهم لي بخط عدل. هنا اقفلهم لي بكيرف. هنا هيقفلهم لك بان هم يتحرك ويمسك كل طرف منهم ويقربوا من بعض. تمام. ودي غير مفضل طبعا في حاله لو انت يعني عشان الرسم ما تبصش. وده بيقفلهم بخط مستقيم زي ما انت شايف. ايوه. هنا هيقفلهم بكيرف. كيرف. تمام. فيكتورز نفسها. هنا هيقفلهم عن طريق ان هو يقفل يجرب يجمع الحاجات البدايات والنهايات بتاعت كل واحد. تعال نجرب كده واحد منهم بعد ما انا علمت عليهم. دوس كده على ده اللي هو جوين فيكتورز وذ لاين اهو. وصل لك دول بايه بلاين. شايف الحته دي ما كانتش موجوده. شايفها؟ ممكن تاني الحته دي يا باشمهندس بعد اذنك؟ انا علمت على الاثنين. اوكي تمام. عايز اقفل الحته دي. ايوه جوين فيكتورز وذ لاين. تمام اوكي دوس كده اقفلهم لك اهو بخط. تمام تعالى نجرب واحده ثانيه بس اعمل اندو الاول. ماشي اندو او كنترول زد الاثنين شغالين عادي يعني. تمام شايف هنا؟ هنا هيقفلهم لي بكيرف. لو دوست كده عملهم لي بكيرف عشان لازم قبل المكنه تقطع يكون كل الحاجات متقفله متوصله. تمام لان الحاجه مش هتحفر وتقف وتعدي في الهواء يعني. ايوه تمام. طيب اعمل برضو كنترول زد. تعالى ممكن اقفلهم عن طريق ان هو يحرك النهايات بتاعتهم. شايف؟ ايوه هنا حرك كل النهايات من نفسه. خد بالك دي اول خطوه هتعملها في الاساينمنت، انت هتقفل كل النهايات قبل ما تقطع. طب لا احسن بل انا اقفل بني واحده بال يعني بحسب الحاجه اللي قدامك يعني، بس الافضل طبعا حاول تعملها بالكيرف، يبقى الحاجه دي كيرف عشان ما تبقاش ايه يعني زي دي كده. تمام في جوين وذ كيرف اللي هي دي. ماشي هتبقى افضل يعني ما تبصش الشكل وتعرف ما تبقاش الحاجه الحرف بتاعها حاجه. لو دوست هنا هيقفلهم بلاين اهو. شايف؟ بس لاين دي بتبوظ الدنيا بقى، لان هو بيضطر يجيب النهايه اللي هنا مع النهايه اللي هنا، ما بقاش فاهم. بوظت خالص. فهي ما تقعد تجرب يعني. ده وذ كيرف اهو. نيجي اقفل دول، اقفل بكيرف بس لاحظ برضه انه بوظ الدنيا خالص. فانت دايما بلاش دول يعني، انت خليك في اللي هو بيقفل بحتت صغيره في الاول دول. تمام. فهنا برضه جوين مش هقفلهم الا لو كان هم انا مختارهم اهو. دي واحده ايه؟ شفت دي كده. جوين مش هيعملهم. ان هم بعاد عن بعض يعني، ممكن لو هم قريبين من بعض زي دي كده. علم على دي، علم على دي. قول له بقى كده ايه اللي هي دي بقى جوين فيكتورز و كونسبت ستارت اور اند بوينتس. هو ايه؟ يبقى انت هتشتغل باللي هي دي اللي هو بيقفلهم بكيرف ديت ثاني واحده. تمام خلاص كده. طيب دي كده الحاجات الايه الرئيسيه اللي في البرنامج. تعالى مثلا نجرب بقى ان هو ان انا عايز مثلا عندي رسمه ولتكن المربع اللي كان تحت ده بالدوائر اللي جواه. هجيب بس كده ماشي. طبعا اجيبه كده في النص اهو. نكبره كده في الاخر. تعالى لك سي مثلا هعمل ولا زوم مره بيفصل خد بالك فاضل له دقيقه. ماشي
فانا هقفل هروح بس اعمل حاجه وارجع لك كمان بالظبط دقيقتين. تمام ماشي. خلاص كده هحط افضل انا الميزانيه. فاتح ولا اقفل وافتح؟ ما هو كده كده هيقفل عندك، خليك انت فاتح، لما انا افتح تمام تاني هو هيكونكت اوتوماتيك. هيكونكت تاني. ماشي تمام ماشي ماشي هندسة. اتفضل. Gracias.